بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. مرحبا بكم في هذا الإصدار الثالث ضمن سلسلة الإصدارات المخصصة لتوضيح كيفية قراءة كشف الأجرة الشهرية، وبالضبط في الجزء الثامن والأخير منه والمخصص لتعويضات المساعدين الإداريين. المساعدون الإداريين يستفيدون من التعويضات التالية: عندهم لو تريتمون دو باز اللي هو الراتب الأساسي، لانديميتي دو ريزيدونس تعويض عن الإقامة، لانديميتي دو سوجيستيون تعويض عن الأعباء، لالوكاسيون دو هيرارشي ادمينستراتيف اللي هو التعويض عن التدرج الإداري، لانديميتي بور ترافو بينيبل اي ساليسون اللي هو التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، ولانديميتي فاميليا الماروكان اللي هي التعويضات العائلية. بالنسبة للتعويضات اللي باللون الأسود فهي كانت موضوع ديال شريط خاص، غتوجدوا الرابط ديالو أسفل هذا الفيديو واللي تعرضت فيه بالتفصيل لهذه التعويضات، وأنا هنا فقط أشير إليها باقتضاد. بالنسبة للراتب الأساسي فكناخدو الرقم الاستدلالي كنضربوه بخمسين 92، والخارج كنزيدو عليه 6228، والخارج الإجمالي كنقسمو على 12. بالنسبة للتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة فهو يساوي 30% من قيمة الراتب الأساسي. أما بالنسبة للتعويض عن الإقامة فهو كيساوي واحد النسبة، واحد البورسونتاج من قيمة الراتب الأساسي. بالنسبة للموظفين اللي كيشتغلوا في إدارة تابعة للمنطقة مصنفة أ فالنسبة هي 25%. بالنسبة للموظفين اللي كيشتغلوا في إدارة تابعة للمنطقة مصنفة ب فهناك حالة، بالنسبة اللي عندهم سلم 6 فالنسبة هي 10%، وبالنسبة اللي عندهم سلم 7 فما فوق فالنسبة هي 15%. أما بالنسبة اللي كيشتغلوا في إدارة تابعة للمنطقة مصنفة سي فالنسبة هي 10%. والتعويضات العائلية فهي المقادير ديالها ملخصة في الجدول التالي. باقي التعويضات اللي كيستافدوا منها المساعدون الإداريون هي غنوجدوها في هذا الجدول، وتجدونها في العدد 59-53 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 رجب 1432 هجرية، الموافق ل 20 يونيو 2011 ميلادية في الصفحة 29-87. بالنسبة للمساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة فعندهم 305 دراهم كتعويض عن الأعباء، و 1876 درهم كتعويض عن التدرج الإداري. بالنسبة للمساعدين الإداريين من الدرجة الثانية فعندهم 305 دراهم كتعويض عن الأعباء، و 2128 درهم كتعويض عن التدرج الإداري. أما المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى فعندهم 305 دراهم كتعويض عن الأعباء، و 2383 درهم كتعويض عن التدرج الإداري. لأي تساؤل أو ملاحظة يمكنكم مراسلتي عبر الرقم الأخضر أو عبر البريد الإلكتروني. شكرا جزيلا على انتباهكم وإلى اللقاء.